الزوج ترى دخل البيت يقول هلابش كل ما بطيتي وجيتيني ويا لبيش ويا حيذا الوصل من قربش ونظرة عينش بعيني انا احبش واحب امش وبيش وكل ما يعنيش وما يزعلش يزعلني وما يرضيش يرضيني. الله اكبر عدها والله بس شيلوها شيلها اعطونا شيلها يلا خلاص بين الاذان والاقامه رايحين صلاة ما اقام لست او صح بين الاذان يعني الحين انت لابس نظارة وسلمس تغلى علينا تدلع علينا يحق لك ايش رايك يا شيخ؟ عدها 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 هنا شوف هنا عدها لا بعدين طق عدها عندي انا عندك عندي عدها اقول هلابش كل ما بطيتي وجيتيني ويا لبيش ويا حي ذا الوصل من قربش ونظرة عينش بعيني انا احبش واحب امش وبيش وكل ما يعنيش وما يزعلش يزعلني وما يرضيش يرضيني لبى قلبش يا ام جود هذه هديه لك على لساني صلينا.